مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم القار مع النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. أبرز ما يميز الوضع الجوي لهذا اليوم هو تواجد منخفض للضغط الجوي على شرق تونس، يتجه تدريجيا نحو سيسيليا. بالنسبة لي التوقعات الجوية الصالحة لما بعد الظهر، سحب عابرة بأغلب مجالاتنا البحرية، اتجاه ريح بشمال تونس، تهب الريح غربية شمالية غربية بين 15-20 عقدة، والبحر عامة مضطرب. بشرق تونس تهب الريح شمالية غربية بين 20-25، تصل مؤقتا 30 عقدة، والبحر كذلك مضطرب مع وجود أمواج متقلبة. أما بخليج جابس فتهب الريح شمالية فشمالية غربية بين 15-25 عقدة، والبحر مضطرب. أما الرؤية فتمتد من 3 إلى 7 أميال بأغلب مجالاتنا البحرية. هذه الليلة سحب عابرة بكافة المناطق بشمال تونس، تهب الريح غربية ثم تتجه إلى شرقية بين 10-20 عقدة، البحر مضطرب في بداية الليل ثم يصبح قليل الاضطراب آخر الليل. بشرق تونس تهب الريح شمالية غربية بين 20-25، والبحر عامة مضطرب. أما بخليج جابس فتهب الريح شمالية فشمالية شرقية بين 10-20 عقدة، والبحر يتواصل مضطربا نسبيا. أما رؤية فتتقلص من 7 إلى ميلين بأغلب المجالات. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله، سحب عابرة بكافة المناطق بشمال تونس، تهب الريح من القطاع الشرقي شرقية شمالية شرقية بين 10-20 عقدة، والبحر عامة يصبح قليل الاضطراب. بخليج الحمامات وشرق تونس تهب الريح من القطاع الشمالي شمالية فشمالية شرقية بين 10-20 عقدة، والبحر يكون مضطرب نسبيا في الصباح ثم تدريجيا قليل الاضطراب. أما رؤية فتمتد من ميلين إلى 8 أميال. بمنطقتي شبة وجربة إلى غاية جرجيس، تهب الريح من القطاع الشرقي شرقية شمالية شرقية بين 10-20 عقدة، والبحر مضطرب في البداية ثم تدريجيا قليل الاضطراب. أما رؤية فتمتد من ميلين إلى 7 أميال. نمر الآن لحركتي المد والجزر بميناس فاق 60 سنتيمتر على الساعة 7 مساء وستة 50 دقيقة، ومتر و50 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و54 دقيقة. بميناء جابس 84 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا و5 دقائق، ومتر و93 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل و8 دقائق. أما بميناء جرجيس ف 38 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و54 دقيقة، و88 سنتيمتر على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل و57 دقيقة. هذا كل ما لدينا لهذه النشرة، ولمزيد المعلومات والإرشادات يمكنكم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي عن طريق العناوين الظاهرة أمامكم. نشكركم على حسن المتابعة والانتباه، إلى اللقاء.